لو الحكاية فيها إن فيجو. أنا دكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد نساء وتوليد كلية طب القصر العيني، هكون موجود معاكم النهاردة في الفيديو وهرد على موضوع مهم. انقطاع الطمس بالإنجليزي مينوبوز، يمكن في العربي هنا بيسموها سن اليأس، بس بنقول الاسم ده غلط، يعني لأن كلمة مينوبوز يعني بوز يعني توقف، ومينو يعني الدورة. الست لما تولدت عندها مبيضين، مبيض على الناحيه اليمين ومبيض على الناحيه الشمال. المبيض ده مليان بويضات، 2 مليون بويضه على الناحيه اليمين، 2 مليون بويضه على الناحيه الشمال. لما بتوصل لسن البلوغ بيبقى 400 الف بويضه و400 الف بويضه. الست كل شهر قاعده بتخسر بويضات لغايه ما توصل لسن معين خلص رصيدها من البويضات فدورتها بتقطع. بعض الستات دورتها بتقطع مره واحده، وبعض الستات الدوره بتقعد تلعبها شويه. يعني ايه؟ تقعد 6 شهور او سنه او سنتين قبل ما الدوره تقطع تبدا تلعبها. تقول لي يا دكتور دورتي كانت زمان منتظمه زي ساعه، دلوقتي بقت تغيب بالشهر والشهرين وبعد كده جيلي نزيف. اقول لها ده عادي، دي علامات تقول ان دورتك قربت تقطع. يبقى الدوره يا تقطع مره واحده يا تفضل تلعبك. طب هي غالبا بتيجي في المتوسط في المرحله العمريه كام؟ من 48 ل 52. لو وصلت لغايه 55 ودورتك بتيجي، لا كده في مشكله، روح لدكتور النساء. او لو دورتك قطعت بدري قبل سن ال 40. بعض الستات ما بتشكيش من حاجه خالص، وبعض الستات ممكن تشتكي. اشهر شكوى تجيلك لو الدوره قطعت قد يكون حاجه اسمها هبات حراريه. الست تقول لك انا مره واحده جالي سخونيه وصهد وحراره في جسمي، ومره واحده بقيت ارتعش وينزل وبعرق جامد جدا. القصه دي بتجي لها في اليوم وهي نايمه اكتر من 10 20 مره، كل ما تنام تصحى تلاقي نفسها قاعده بتسخن وبتعرق، فتصحى الصبح مقريفه فتطلع همها في جوزها وعيالها، اللي يقول لها صباح الخير تخنقوا، فعيالها يقعدوا يتخانقوا معاها وجوزها، فيجي لها اكتئاب، فتطلع همها في الاكل فتتخن، فجوزها يقول لك يقول لها انت تخنتي فتكتئب اكتر فتاكل اكتر. فهي اعراض ممكن تيجي وممكن ما تجيش. بس احنا بنقول للستات ايه؟ بنقول لهم دي مرحله فسيولوجيه في حياتكم زيها زي الحمل، زي الولاده، زي الرضاعه، حاجه هتحصل لكل الستات، فبالتالي ده مش مرض. طب ايه النصائح اللي نعملها عشان في الفتره دي تحمي نفسك؟ حافظي على الاكل الصحي المفيد، ابعدي عن ثقافه الجانك فود، ابعدي عن التدخين، ابعدي عن البدانه، ابعدي عن البدانه. اعرفي شجره عيلتك واحكيها للدكتور بتاعك، لان قد يكون هل ترى شجره عيلتك فيها مرض زي سرطان الثدي، فيها امراض زي الضغط او السكر او القلب. واهم نصيحه اقولها اعرفي رقمك، زي ما انت عارفه رقم موبايلك ورقم الكريدت كارد بتاعك، في ارقام مهمه في حياتك لازم تحفظيها، رقم ضغطك، سكرك، وزنك، كوليسترولك، اعرفي الارقام دي عشان الارقام دي بتحمينا من كل الامراض اللي هو الضغط والسكر والقلب. اتمنى ان يكون فدته، ويا ريت لو اي واحده ليها سؤال تحطه في الكومنتات وهنجاوب عليه، وشكرا لموقع فيديو.